هذه إذاعة إرينا. المستمعين والمستمعات الأفاضل متابعي إذاعة إرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 17 من يوليو. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل نستهل برنامجنا معكم بنشرتنا للأخبار، وضمن برنامج متابعة الأسبوعي يقدم لكم الزميل أحمد الشريف المقابلة التي أجراها مع الأستاذة حنان محمد صالح عضو اللجنة التنفيذية للمجلس الوطني للتغيير الديمقراطي حول مشاركة المجلس في جلسات مجلس حقوق الإنسان الأخيرة والتي عقدت في جنيف. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. إغلاق العيادات الخاصة في إريتريا يحرم 200,000 مريض من العلاج. مسألة الحصانة لأعضاء مجلس السيادة السوداني تعطل الاتفاق الثنائي. بريطانيا ترفض تسليم صاحب موقع ويكليكس إلى دولة تطبق حكم الإعدام. المستمعين والمستمعات الأفاضل كانت هذه عناوين النشرة وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرينا. هذه إذاعة إرينا. أكد الأب موسي زرعي في موقع كاث تشيرش بأن العيادات التي بلغ عددها 21 عيادة والتي كانت تتبع الكنيسة الكاثوليكية والتي تم إغلاقها بقرار حكومي في إريتريا كانت تقدم الخدمات الطبية لحوالي 200,000 في كافة أنحاء الريف الإريتري. وقال الأب موسي: لا شك بأن الخدمات الصحية في الريف والمدن الإريترية تعاني من تدهور شديد، وأن هذه العيادات كانت تقوم بدور كبير في ظل هذه الظروف، ولكن الحكومة قامت بإغلاقها لتحرم عددا كبيرا من المواطنين من الرعاية الصحية الأولية كما قال. وكانت الحكومة الإريترية قد أقلقت 21 عيادة تعود ملكيتها للكنيسة الكاثوليكية الإريترية في مناطق متعددة من إريتريا، وقامت بسجن القائمين عليها وطالبت بضمها إلى وزارة الصحة الإريترية. سلمت حرية والتغيير يوم أمس الثلاثاء رأيها القانوني في مسودة الإعلان الدستوري إلى الوسيط الأفريقي. وأكدت قوى الحرية والتغيير بأنها ترفض مسألة الحصانة المطلقة لأعضاء المجلس السيادي المقترح، وحددت رؤية القوى لكيفية رفع الحصانة عن أعضاء المجلس من ناحية، إضافة إلى إمكانية خضوعهم للمسائل القانونية أمام الجهات القضائية خاصة المحكمة الدستورية من ناحية أخرى. وتضمنت الرؤية كذلك رفض قوى الحرية والتغيير تبعية الأجهزة الأمنية لمجلس السيادة منفردا، مع التمسك بإعادة هيكلتها خاصة جهاز الأمن القومي. وكان من المفترض أن يعقد الطرفان جلسة مفاوضات يوم أمس الثلاثاء، ولكنها تأجلت بسبب النظر في مسودة الوسيط الأفريقي. ويطالب العسكر بأن يكون مجلس السيادة ذو صلاحيات واسعة وأن يسيطر على المسائل الأمنية، وأن يحدد كذلك عمل المجلس التشريعي بإمكانية وضع فيتو على قرارات المجلس. ويقول مراقبون بأن الاتفاق قد أفرق من محتواه الذي كانت تطالب به قوى الحرية والتغيير والمتظاهرين، وأن المجلس العسكري الحالي يحاول ألا يخضع أي من أعضائه لأي مساءلة حول مذبحة فض الاعتصام وقتل المتظاهرين في المظاهرات التي تشمل السودان حتى الآن. صرح نائب وزير خارجية بريطانيا لشؤون أوروبا وأمريكا ألان دانكان أن السلطات البريطانية قررت عدم طرد مؤسس ويكليكس جوليان أسانج إلى بلد سيواجه فيه عقوبة الإعدام. بالإضافة إلى ذلك أشار الوزير إلى أن بريطانيا تهتم بصحة أسانج. وطلب أسانج اللجوء السياسي في السفارة الإكوادورية في عام 2012 وبقي هناك حتى أبريل من هذا العام، حيث لم يغادر مبنى السفارة بسبب مخاوف من الاعتقال أو التسليم إلى الولايات المتحدة التي تتهمه بنشر وثائق سرية لوزارة الخارجية.
كما وجدت المحكمة البريطانية في 11 أبريل الماضي أسانج مذنبا بانتهاك شروط الإفراج بكفالة، وتم اعتقاله في السفارة بناء على أمر قضائي صادر عن محكمة ويستمينستر في 29 يونيو الماضي. أما في الوقت الحالي يتواجد أسانج في سجن بيلمارش في مدينة لندن، وقد تم نقله إلى المستشفى بسبب اضطراب صحته. هذه إذاعة إرينا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، بهذا الخبر نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وفيما يلي تذكير بأبرز عناوينها. إقلاق العيادات الخاصة في إريتريا يحرم 200,000 مريض من العلاج. مسألة الحصانة لأعضاء مجلس السيادة السوداني تعطل الاتفاق الثنائي. وبريطانيا ترفض تسليم صاحب موقع ويكليكس إلى دولة تطبق حكم الإعدام. كانت مستمعي ومستمعات الأفاضل تلكم نشرة الأخبار، قدمناها لكم من إذاعة أرينا. متابعة طيبة أتمنها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم سادتي في حلقة من برنامج متابعات. ويسرنا في هذه الحلقة من إذاعتكم إذاعة إرينا سادتي أن نتابع مشاركات المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي، وخاصة بعد الفترة ترتيب الأمور بشكل جديد. وقد شارك المجلس سادتي في الفترة الماضية ولا يزال في تقديري في الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية. نحن اليوم سادتي نسعد في إذاعة إرينا أن نلتقي بعضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الأستاذة حنان محمد صالح لتطلعنا على مشاركات المجلس في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. مرحب بك أستاذ حنان في إذاعة إرينا الدولية من باريس. هذه إذاعة إرينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالأستاذ أحمد ومرحبا بمستمعي إذاعة إرينا، ويسعدني أني أكون معاكم متواجدة في هذه الحلقة. جميل جدا أستاذ حنان. طبعا صدر البيان، وكان بيان يعني شامل وكامل وقوي في نفس الوقت، وطبعا البيان فيه الكثير من الأشياء التي نود أن نسأل عنها. أستاذ حنان، باعتبارك عضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني، هل هذه بالنسبة لك، أول نهنيك على مشاركتك الوطنية، أول مرة تشارك في اجتماعات خاصة بمجالس حقوق الإنسان؟ نعم، كحنان هي أول مرة إني بشارك، وتشرفت إني شاركت في مجلس حقوق الإنسان وأنا أمثل المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي. هذه كانت لأول مرة، لكن في مجالات أخرى حقوقية كنت بشارك. طيب، ما هو انطباعك العام عن المشاركة ومخرجات ما خرج به أو على الأقل ما نشر في البيان؟ هو البيان اللي كان نشر طبعا كمجلس وطني، تسلمنا نسخة وهي عبارة عن مذكرة للأستاذة دانييلا اللي هي المقررة التابعة للأمم المتحدة المسؤولة عن ملف حقوق الإنسان في إريتريا. طبعا المذكرة هذه فيها ملاحظات، أولا شكر للمقررة السابقة شيلا وترحيب المقررة الحالية دانييلا. طبعا كلنا نعرف أنه تم انضمام إريتريا إلى مجلس حقوق الإنسان، مع انضمامها ما زالت هناك مقررة تتابع حالة حقوق الإنسان في إريتريا، وهذه خطوة ممتازة بالنسبة لنا. وكما سمعنا أنه المقررة أثبتت أنه ما في أي تحسن بعد حالة السلام التي صارت بين إريتريا وأثيوبيا، وأن الأمور كما هي. فنحن أكدنا على هذا الأمر، بالإضافة أنه
الشهر الأخير الأحداث اللي صارت أضفناها في هذه المذكرة. جميل. طيب وهذه طبعا شهادة يعني واضحة جدا جدا، وخاصة أنه لقيت قبول وتأييد من أكثر من قرابة 30 دولة تقريبا مع التقرير، مع الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان وتراجع وتأييد عدد من الدول للموقف الإريتري، منها للأسف الشديد السودان والدول الأخرى. يا ترى يعني لو حدثتينا عن موقف الإريتري كان شنو يعني، وكيف كان يرافع يعني رغم الانتهاكات الصارخة والواضحة الموجودة في الواقع الإريتري المعاش؟ هو الفيديو موجود منتشر في حلقة جلسة الأمم المتحدة، ولاحظنا أنه نفسه أنه في محاولة وأنه حاول وجاهد أنه في تحسن. حتى الدول التي تكلمت عن إريتريا، يعني مثلا السعودية لما تكلمت نفس الشيء، قاعدة بتقول أنه إريتريا بتعمل على تحسن الوضع وإنها متعاونة وإن علاقة السلام هذه تعتبر خطوة مهمة، وأيضا إنه يعني بتبرر إنه تحتاج إلى فرص إنها تغير الأمور على أرض الواقع، لكن كلنا شايفين إنه ما في. لا الـ 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 طيب الجانب الإريتري مرافعاته كانت شنو مثلا؟ وهو هذا اللي أنا بقولك، مرافعاته كانت في هذا الأمر إنه ما زال يؤكد إنه في تغيير، إنه في تحسن، في مراوغة. ما في الأمر إنه مراوغة، ما في أي. من اللي كان مشارك؟ من اللي كان مشارك في من الإريتريين؟ من مسؤول الحكومة الإريترية قصدك؟ نعم. يمكن ناسي الاسم حاليا، لكن كان في مسؤولين مشاركين في شو اسمه، بالإضافة لمنظمات حقوقية أخرى. نعم نعم. وطبعا يعني الشان الإريتري ما حتى لو عملوا مرافعات ما يعني الواقع معاش والناس عايشة الأزمة أكثر وأكثر. طيب أنت على المستوى الشخصي التقيتي مثلا بالوفد الإريتري، أو على الأقل حاول يلتقي بك مثلا؟ لا لا، لم ألتقي ولا ما أحاول، يعني هو لم يحاول وأنا لم أحاول، لم أسعى لذلك. نعم. يعني طيب. كان الهدف أنه ألتقي من بعد الدول القريبة، دول الجيران، هذا هدفنا والدول الأفريقية. طيب على هامش اجتماعات المجلس لحقوق الإنسان، وهي الاجتماعات مستمرة أعتقد كما ذكر في البيان، هتستمر لحد 12 من يوليو، ربما لما نبث هذه الحلقة تكون انتهت الجلسات. التقيت على هامش الاجتماع مع عدد من الدول، يا ترى ما هي أهم، يعني هل كانت لقاءاتك كلها لتقديم مذكرة وكانت مذكرة وحدي، ولا كانت تختلف من دولة لأخرى، وملاحظاتك أو ملاحظات المجلس عموما يعني؟ لا، هي كانت مذكرة واحدة، وهي اللي قدمناها إنه فيها زي ما قلت لك تعريف مبسط عن المجلس الوطني، من هو، من ماذا يمثل في المعارضة، بالإضافة ترحيب المقررة بما تقوم به، وتأكيد على حالة الانتهاكات التي تحدث وما زالت تحدث في إريتريا. وهذه سلمناها لعدد منها، الدول اللي سلمناها مثلا دولة الكويت سلمتها للمسؤول، وفعلا هو أكد، يعني أكد قال إنه نحن بنسمع على الأوضاع المفعلة، يعني ما في أي تحسن، وفي التجاوب في كلامه كان، يعني إنه في التجاوب وفي تأكيد على الوضع. في دول ثانية مثلا زي كينيا، يعني ردة الفعل كانت غريبة، قالت لا في تحسن، نحن اللي نعرف إنه في تحسن في الوضع الداخلي بعد حالة السلام، فأخبرت إنه ما في أي تحسن، الوضع زي ما هو. تقبلت المذكرة، لكن زي ما قلت لك إنه عندهم يعني قناعة إنه الوضع متحسن في إريتريا. ودي طبعا نتيجة لشغل النظام والتقاءاته، لقاءاته مع مثل هذه الدول. هذه إذاعة إرينا.
كنت دايرين نعرف أستاذ حنان محمد صالح، عضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي، والتي نجري معها هذه المقابلة أعزائي المستمعين، للوقوف على مخرجات الاجتماع الأخير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ماذا عن الوفد القطري؟ انطباعه كان شنو يعني مع الموقف الأخير أو مستوى العلاقات الموجودة بين الدوحة وأسمرة؟ الوفد القطري يمكن ما تحدث، ما ظهر رأيه، لكن لما تكلمت معه كان مرحب بأنه هذه المذكرة هتوصل للمسؤولين في الحكومة، يعني بطريقة دبلوماسية تكلم معايا وطريقة فيها ترحيب، يعني أنه فعلا مقتنعين أنه في خلل في الوضع. وماذا عن ممثل الإمارات العربية المتحدة؟ الإمارات نفس الشيء، يعني تحس أنه في نفس القرار، يعني التأييد الدول الحكومي موجود، فهو نفس الشيء تقبل، أخذ المذكرة لكن كأنه مو مقتنع أو أنه مو متقبل، لكن كعمل دبلوماسي أخذ المذكرة وأنه حيعطيها للمسؤول. فيمكن أكثر التجاوب كان من المسؤول القطري والكويتي، وما دول الليسين كان أكثر من رحب جميل. طيب الموقف الإثيوبي كان كيف؟ الموقف الإثيوبي بالعكس، يعني فعلا يعني صادف إنه كان في حتى قبل التواصل مع المسؤول الوفد الإثيوبي كان بيتناقش مع المسؤول الإريتري، مع مسؤولين الإريتري، وبعدها قابلته طافرت إنه طبعا اليوم كان الوضع إنه الشأن عن الحالة في إريتريا، لكن الوضع زي ما هو، فقال نعم نعرف ذلك، يعني هو كأنه أكد إنه الوضع زي ما هو. ولما يؤكد الموقف كان ممثل بشنو الوفد الإثيوبي؟ الدرجة حقتهم أيوة. مش عارفة بالضبط، مش عارفة، بس هم ممثلين، هم ما كانوا سفراء اللي جو، ممثلين لهم، هم اللي كانوا موجودين، لأنه أكثر من شخص تلاقي في الوفد. جميل. وموقف فرنسا، طيب فرنسا كمان من الدول اللي التقيتوا بها وسلمتوها مذكرة، الموقف الفرنسي كان كيف؟ نعم، كمان ما كانت هو المسؤول الموجود، كانت من الأعضاء، من أعضاء الوفد اللي لقيتها، من أعضاء الوفد، وهي قالت إنها حتسلمها للمسؤول، يعني ما أبدت أي رأي، لأنه على أساس إنها حتسلمها بس فقط. طيب أستاذ حنان، أيضا يعني ممثلي المنظمات الإريترية الشقيقة، ذكرت هذه المفردة في البيان، من هي هذه المنظمات الإريترية الشقيقة؟ مثلا قابلنا مع الدكتور دانيال مكنة، وكان متعاون جدا معنا، يعني انه لاول مره بروح المكان فكان متعاون معايا. ايش يمثل هذا دانيال؟ دانيال هو مسؤول حق حقوق الانسان كمان، يعني انه عنده منظمه خاصه تهتم بحقوق الانسان، وهو موجود في جنيفة، بالاضافه لافراد منظمات ثانية، أفراد هم اللي سهلوا لنا كمان أننا نتواجد في مجلس الأمم المتحدة. طيب موقف هو شنو من دانيال هذا ومنظمته، يعني هل هو يعني مع الموقف، يعني هو موقف شنو من الانتهاكات الموجودة في إريتريا؟ الموقف هو باين، يعني موقف أي إريتري معارض، أنه الأوضاع اللي في إريتريا جرائم ضد الإنسانية، وهو بيحارب لهذا الشيء. ما كل الإريتريين طبعا ضد الانتهاكات، ما النظام كمان يعني يدعي. أنا أقول لك أنت المعارض، أنا قلت المعارض يعني الوضع سيء، يعني نحن نعرف الوضع، يعني هو مو بس كلام مذكرات، لكن الوضع على الحقيقة نحن بنشوفه داخل إريتريا، خاصة اللي حدث في الشهر الأخير، شهر 6، ما حد سلم، يعني حتى العيادات الطبية اللي كانت تعين الفقراء والمحتاجين تم إغلاقها. هذه ما أظن إنه أحد حيناقش أو يكذب هذه الحقائق. طيب أستاذ حنان، غير ما ذكرتي، كانوا ناشطين حقوقيين إريتريين متخصصين مثلا في
في مجال حقوق الإنسان كانوا مشاركين أو نشروا مذكرات وكذا؟ كانوا مشاركين بس ما أظن أنه إذا صح التعبير ما تبعت إذا نشروا مذكرات أو شيء، لكن كانوا مشاركين في جهات كثيرة، كانوا في إريتريين متواجدين. من الشخصيات اللي التقيت بها مين مثلا من الناس الإريتريين الناشطين في مجال حقوق الإنسان غير الأقدانيين؟ الناشطين في حقوق الإنسان هو بس دانيال، دكتور دانيال هو اللي التقيت به. الإعلام الإريتري على حسب معلش إنه على حسب ما سمعت إنه حتى على حسب إنه نشطاء كانوا أكثر بيتواجدوا في جلسات مجلس حقوق الإنسان سابقا، لكن ربما مع بعد عملية السلام وانضمام إريتريا لمجلس حقوق الإنسان خف تواجدهم. هذا اللي سمعته من الأخوة. في السابق كان أكثر. كان أكثر. كان أكثر. طيب أستاذ حنان، نحن على مشارف الانتهاء للمقابلة. الإعلام الإريتري يعني هل كان متواجد يعني ليس كمجلس حقوقي أو كجهات حقوقية؟ أنت لاحظتي وجود إعلام مثلا إريتري يعني سواء كان تابع لمنظمات أو أفراد، هل إعلام إريتري كان موجود في في الاجتماعات؟ إعلام إريتري إريتريين يعني ولا الحكومة الإريترية كانوا طبعا مثلا نحن كنا متواجدين وعندنا إعلامنا، لأن كنت بتابع غير المجلس على طول. نعم، وأنا بقول لك في كانوا جهات تانية فممكن هم كانوا بيرسلوا لإعلامه. طيب أنتوا في المجلس في جهات إعلامية التقت بيكم مثلا؟ عملتوا لقاءات إعلامية؟ لا لا، لأنه الهدف بس كان إنه تسليم المذكرة هذه. هذا هو الهدف كان من. ليه ما حرصتوا على الالتقاء بالإعلام لنشر المزيد من وخاصة إن المجلس داخل مرحلة جديدة، ما تفتكري إنه كان الالتقاء بالإعلام كان مهم جدا؟ هو أكيد المجلس هو مع التوجه الجديد بيشتغل في الجهات كلها دبلوماسيا وإعلاميا وحقوقيا، هو قاعد يوصل لكل الجهات، فمسألة إنه الالتقاء بالإعلام كانت واردة وكنا بنخطط لهذا الشيء، لكن ما توفر الوضع عندنا يعني ذاك اليوم، ما توفر الشخص اللي كان بيسهل لنا هذا الموضوع. جميل. بالإضافة إنه أمور جدت فتغير، لكن ما زال الموضوع التواصل مع الإعلام وارد، وزي ما قلت لك هذه من الأعمال التي تقوم بها يقوم بها المجلس الوطني، يعني إنه ماشيين في جميع الاتجاهات إعلامياً دبلوماسياً حقوقياً، والتعاون ما بين المعارضة الإريترية مع بعضها يعني في جميع المجالات. جميل. طيب أستاذ حنان، ما هي خطط وبرامج المجلس في مجال حقوق الإنسان للمستقبل؟ الشيء المطروح الآن المتابعة، ما زلنا بنتابع مع شيء يؤيد إدانة الحكومة الإريترية سنعمل، وأي عمل يرفع هذا الانتهاكات والظلم اللي واقع على الشعب الإريتري سنعمل من أجله إن شاء الله. هذه إذاعة إرينا. جميل جدا. أعزائي المستمعين، كانت المتحدثة إليكم هي الأستاذة حنان محمد صالح، عضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي، ومشاركتها في الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والتي انعقدت خلال الفترة من 24 يونيو إلى 12 من يوليو 2019. التقينا بالأستاذة حنان باعتبارها عضو المكتب التنفيذي، ولكن الوجه الآخر للأستاذة حنان ربما نلتقيها في برامج ومناسبات أخرى. هل عندك كلمة دار تقوليها أستاذة حنان، سواء كان لأعضاء المجلس أو للمنظمات أو للمعارضة الإريترية أو للنظام، كلمة حقوقية يعني نختم بها هذا اللقاء مع الشكر الجزيل؟ أتمنى أنه المعارضة تتحد أكثر وأكثر حتى ترفع الظلم عن هذا الشعب. تحياتي لكم وللمستمعين.
شكرا لك وشكرا لكم أعزائي المستمعين. كنا معكم في إذاعة إيرينا الدولية وحلقة من برنامج متابعات. قبل تحيات محدثكم أحمد شريف برفقة الزملاء بنيام سمؤون وفتح عثمان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه إذاعة إيرينا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مجددا. وقبل نهاية فقرات برنامجنا لهذا اليوم أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية. إقلاق العيادات الخاصة في إريتريا يحرم 200,000 مريض من العلاج. أكد الأب موسيزر آي في موقع كاث تشيرش بأن العيادات التي بلغ عددها 21 عيادة والتي كانت تتبع الكنيسة الكاثوليكية والتي تم إقلاقها بقرار حكومي كانت تقدم الخدمات الطبية لحوالي 200,000 في كافة أنحاء الريف الإريتري. مسألة الحصانة لأعضاء مجلس السيادة السوداني تعطل الاتفاق الثنائي. سلمت قوى الحرية والتغيير يوم أمس 3 رأيها القانوني في مسودة الإعلان الدستوري إلى الوسيط الأفريقي. وأكدت قوى الحرية والتغيير بأنها ترفض مسألة الحصانة المطلقة لأعضاء المجلس السيادي، وحددت رؤية القوى كيفية رفع الحصانة عن أعضاء المجلس، إضافة إلى إمكانية خضوعهم للمساءلة القانونية أمام الجهات القضائية خاصة المحكمة الدستورية. بريطانيا ترفض تسليم صاحب موقع وايكليكس إلى دولة تطبق حكم الإعدام. صرح نائب وزير خارجية بريطانيا لأوروبا والأمريكتين ألان دانكان أن السلطات البريطانية قررت عدم طرد مؤسس موقع وايكليكس جوليان أسانج إلى بلد سيواجه فيه عقوبة الإعدام، في إشارة إلى أنه قد لا يرحل إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي تطالب بتسليمها إياه نتيجة لنشر وثائق سرية لوزارة الخارجية الأمريكية. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. كان هذا مستمعي ومستمعات الأفاضل موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وقبل الختام أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الألكتروني arabicarena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم في حلقة جديدة من برنامج متابعات والبرامج الأخرى لإذاعة إيرينا، لكم من زميلي أحمد الشريف ومني محدثكم فتح عثمان ومن زملائي في الإذاعة أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة إيرينا.